ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة ماسك بيرس. النهاردة أنا شفت شوية قال ازاي نحمل لعبة بي بي بيرست بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما تعمل أي في بي ان أو تفتح تحمل في بي ان وتضيع نتك على فاضي وتفتح كندا تعمل تعريف كندا وكلام زي كده وترايلز وبتعمل يعني أنا الموضوع ده أسهل من كده كتير. اوكي، اول حاجة نروح لجوجل. اوكي، تاني حاجة نكتب اسمها ابتويت، الطريقة قديمة اوي ابتويت. اوكي سيرش، اوكي ده شكل الابتويت. اوكي لازم تحمله. اوكي عشان اهو ابتويت، اللي بيعرفش ايه هو ابتويت ده، ابتويت ده موقع بيحمل الالعاب بيحمل الالعاب اللي بفلوس فور فري. ماينكرافت بحملها فور فري، هنشوف دلوقتي. بس انا بس الفيديو ده بس انا بليبل بس يعني هعمل هنشوف اخر حاجة دي بيرست هجيبها هنا. اوكي دي بيبرس اب، بس اصبر بس النت عندي بس ضعيف شوية بس يعني اهو هيطلع. والله هو ده 2 مليون ناس حملوه. اوكي، هي دي اللعبة اهو. ناقص لك بس تعمل داونلود، داونلود 629 ميجا. اوكي، هو ده طريقة تحميل بيبل بيرسات. شكرا لكم 14 سبسكرايبر، ما توقعتش هيكون، افتكرت هقول قليل يعني ما كانش هيجي لي حاجة. اتمنى تشتركوا في القناة، اللي اتفرج على الفيديو ده يشترك في القناة ويدوس الجرس عشان يجيله كل جديد، وحطوا لايك في الفيديو ده عشان كل ما تعملوا لايكات اكتر هنعمل فيديوهات اكتر. انا بقالي كتير معملتش فيديوهات عشان يعني افتكرت محدش هيعمل لي يعني محدش يعمل لي، كانش عندي مشتركين كتير بس لقيت كومنتاتكو فلا لازم لازم اساعد، لازم اكون محبكم. خدوا بالكم واقعدوا في بيتكم، خدوا بالكم من الكورونا. اوكي، سلام. داونلود، اوكي انت بس داونلود وحملوكم، باي.